السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم. التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب. فإن خل العبد ببعض الأوامر أو ارتكب بعض المناهي نقص من تقواه بقدر ما أخل به، انتهى. قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا أي جماعات، كل جماعة مع ما يناسبها ويشاكلها، كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال بعض المفسرين: المتقون هم الذين اتقوا الشرك والبدع والمعاصي، يحشرون على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته سبحانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون يحشرون على نوق من الجنة عليها رحائل من ذهب وأزمتها وسروجها من الزبرجد. وقال القرطبي رحمه الله في قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: سميت، أو العرب كانت تطلق الوفد لأن الوفود تأتي بالبشارات وتأخذ العطايا والهبات. فالمتقون يقدمون على ربهم جل وعلا يرجون ثوابه وعطاياه سبحانه. وقال ابن كثير رحمه الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، كل جماعة مع ما يناسبها. فالمقربون أولا، ثم الأبرار، ثم الذين يلونهم، وكذلك الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع الصديقون، والشهداء مع الشهداء، كل زمرة مع ما يناسبها ويشاكلها. فإذا وصلوا إلى أبواب الجنة استقبلتهم الملائكة بالترحاب والتهنية: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذا عبر المؤمنون الصراط الذي يوضع بين الجنة والنار، وصلوا إلى أبواب الجنة، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، كما في صحيح الإمام البخاري. ولكنهم لا يدخلونها ولا تفتح لهم أبوابها حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟
فأقول محمد بن عبد الله، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول شفيع في الجنة. قوله تعالى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي سلام عليكم سلمتم من كل آفة وشر، وشر هو حال عليكم، طبتم فادخلوها خالدين، أي طابت عقولكم وطابت أبدانكم وطاب كل شيء فيكم، فأنتم دخلتم هذه الجنة الطيبة. قال سبحانه ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وطابت أبدانكم من كل مرض، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قوله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي سلام عليكم من كل آفة وطبتم في كل الأحوال والأوقات. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآية الكريمة أولاً أن المتقين يساقون إلى الجنة كما يساق أهل النار إلى النار. قال ولكن تختلف أو يختلف هذا السوق، كما قال سبحانه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هؤلاء أهل النار. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أما المتقون فإن الله تعالى قال عنهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذا يدل على أن هذا السوق سوق إكرام وتعظيم وتبجيل. ثانيا من فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ولقوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين. ثالثا أن هؤلاء المتقون يساقون إلى الجنة زمرا، أي جماعات متفرقة كل جماعة مع ما يناسبها، ويقدمون بحسب أعمالهم الصالحة. رابعا أن للجنة أبوابا ثمانية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي هذا لطيفة، وهي أن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر من منعه. ولذلك الجنة ثمانية أبواب والنار سبعة أبواب. قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. رابعا أو خامسا أن للجنة والنار خزنة وأبواب تفتح وتغلق، كما ثبتت بذلك النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة. سادسا إثبات صفة الكلام للملائكة وأنهم ينطقون ويتكلمون. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سابعا أن الله جل وعلا ذكر أو نفى عن أهل الجنة حصول الآفات وأخبر بسلامتهم في جميع الأوقات والأحوال،
كما قال سبحانه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثامنا من فوائد الآية الكريمة التباين العظيم والفارق الكبير بين أهل الجنة وأهل النار، فالخزنة خزنة الجنة يستقبلونهم بالترحاب والتهنئة، وأهل النار يستقبلونهم الخزنة بالتوبيخ والتقريع. وقال لهم خزنتها أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وأهل الجنة يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تاسعا، أن هذا التباين العظيم والفارق الكبير بين أهل الجنة وبين أهل النار يدعو المؤمن إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عاشرا وأخيرا، أن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة كما قال سبحانه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأخبر جل وعلا عن خلود أهل الجنة وتأبيدهم في آيات أخرى، فهم في هذه الجنة مليارات السنين وهم لا يخرجون منها ولا يموتون. قال سبحانه: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، والذي فيه بياض وسواد، فيقال أهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم إنه الموت. وينادى: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشرئبون ويرفعون رؤوسهم إلى المنادي ويقول: نعم إنه الموت. فيؤمر به فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي رواية في الصحيحين: فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.